سلام البنات، مرحبا بكم في القناة ديالي. معكم إيمان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد، الحال زوين، وجا ليا العكس باش ندير الفطور، وقلت غادي نخرج نمشي ندور مع راساتي حتى نشبع ونجي للدار، وديك الساعات نشوف اش غادي ندير دغيا دغيا ورحمنا الله. هذا الشيء اللي كاين، ماشي كل نهار في الكوزينه، ماشي كل نهار غادي نزير على راسي في الكوزينه ونبقى مقبله غير الكوزينه، ونبقى مقبله غير الشغل ودي كلاكسون التبي يجيبوا لي البروس، ونبقى غير في الدار شغل. ضروري خصنا نخرجوا. انا اليوم غادي نخرج نمشي ندور شويه في سانتغم انا وهاد البخوشه ديال بنتي، صافي، ومن بعد رجع للدار. المهم بقاو معايا، ما تمشيو حتى شي بلاصه. باي باي. انا يا البنات جيت ضربت الطليله في زهره. بصراحه انا مشيت للسانتا وبغيت نرجع غير شي حوايج خديتهم في برايمارك ما عجبونيش وقلت نرجعهم، وبطبيعه الحال ضربت واحد الدويره في زهره وفي برايمارك صراحه، وصرا دي فاريوس دغيا دغيا، وخرجت رجعت في حالي. راكم عارفين الصهد ورمضان وماش كيت عليكم فيا واحد الحلقومه. المهم غير كنعدي وصافي. هنايا البنات كما كتشوفوا دوزكم عند زاره. بصراحه الدراري الحوايج الصغيرين قد بحال دابا بنتي يمكن حتى لديك 4 سنين 5 سنين، ما جابوش ليهم شي حوايج طوب واعرين تقولي واو عليهم. في الصيف نورمال زاره كتجيب حوايج زوينين، ولكن ما عرفتش هذا العام علاش ما جابتش الحوايج طوب في الصيف. هنايا البنات دايرين ناقص 50% للدراري بالنسبه للتيشيرتات، كاينين عندهم تيشيرتات زوينين والسراول. بالنسبه للبنات دايرين هاد الكسيوات، ما عرفتش واش ما عرفتش زعما هذا اللي خيط لهم هاد الكسيوات فين كان الراس ديالو بحال هادي. المهم كاينين الناس اللي كيعجبو يلبسوا ولادهم سامبل، ولكن انا ما عجبونيش. هنايا كاينين جمبسوت في الزراق وفي الصفار وهكا صافي. وهنايا حتى هما سراول، هادو البنات ناقصين فيهم 50% بوحدهم، الصبابط لا ما ناقصينش فيهم. وهذا الشيء كما غادي تشوفوا، سمحوا لي البنات الصوت ديالي ماشي هو هذاك غير حيت قلت لكم فيا الحلاقم. المهم كما كتشوفوا هنايا الحوايج ديال البنات ماشي شي حاجه واو، حتى الدراري سيمبل، حتى التيشيرتات ديالهم ما عجبونيش بصراحه. هنايا جاي نفوح عليكم نوريكم شنو لابسه. البنات الصراحه كنبغي غير نعطيكم افكار فقط لا غير. المهم راه شفتوا اللبسه شنو لابسه. صافي هنايا غادي نبدا نوري لكم غير في 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 الحوايج. غادي نوريكم التيشيرتات الصراحه ديال الدراري الصغار، انا شخصيا ما عجبونيش، كون كان عندي الولد ما غاديش نلبسهم ليه، ما عرفتش كل واحد والذوق ديالو في الصراحه. ولكن المهم انا غير قلت لكم وصافي، ديما تنتشكى عليكم. هنايا البنات بالنسبه للدراري البيبيز جابوا لهم حويجات زوينين، ما عرفتش جابوا لهم حويجات زوينين ولا لي هرمونز ديالي اللي بغاو بيبيز. ولكن بصح عندهم حويجات زوينين ديال الدراري الصغار. وبالنسبه للدراري ديال 6 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين الفوق، جابوا لهم الحوايج البنات الا بغيتوا العيد واعرين طوب البنات بالنسبه للناس اللي عندهم دراري كبار. هنايا كما كتشوفوا هذا العام زارا عندها هذا العام زارا دارت سميتو المساند الرسمي ديالها هو اختي زهنا. كاينين بزاف هاد السيكان الصناد كما غادي تشوفوا ديال كما كنقول ليه الشتب واعرين البنات. انا صراحه هما كيعجبوني ولكن الحوايج ديالهم لا، جاوني بزاف بحال قلتي ناتشورال بزاف. صافي المهم كل واحد الراي ديالو، ولكن بالنسبه للسيكان والصنادل زعما جايبين عندهم ما يقولوا فيهم. كاينين شي كسيوات، ولكن المشكله البنات ديما كيكون عندهم يديهم قصار، يعني الا بغيتي تلبسي خصك ضروري تلبسي شي حاجه، بعض الخطرات كيكون الصاد كتبغي تلوحي فوق منك غير الكسوه. بالنسبه حنايا العائلات اللي دايرين السيف، هنايا دزت البرايمارك، راكم قلت لكم غادي نرجع شي حاجه البرايمارك، وقلت بلاتي نضرب لكم دويره. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي ديما كتلقاي الهمازي ديما كتلقاي الهمازي، البنات الا بغيتي تلقاي الحوايج ناقصين في برايمارك ماشي ديما كيديروا السولد، غير مره بحال هكا الا ضربتي دويره خصك تكوني ساكنه حدا باش تبقاي تضربي فيه مره دويره فين كتلقايهم دايرين السولد، اولا فين دايرين كتلقاي دي زارتيكل ما غاديش تلقايهم في بلاصه واحده اخرى، حيت كما عارفين هنايا في برايمارك الا لقيتي الحاجه وما شديتيهاش طارت مشات ليك.
هاد القميجة بصراحة حمقتني، ولكن للأسف كتبين من الداخل، وأنا ما كان بغيش لبس راكم عارفين في الصيف ما كان بغيش لبس الصوفيت مال تحت عندها لدين، عاد ديك ساعات ندير فوق منها قميجة كيجي لي الصهد هنا. حتى هادو بالنسبة للناس اللي ما دايرينش الزيف، هاد كيمونو ماشي كيمونو جمبسوت حتى هي عجبتني. هنايا كنوريكم غير السيكان البنات، هاد الساك البلوسيال حمقني حمقني، ولكن عرفت غادي نشري وما غاديش نهزو. حتى هاد الساك الاحمر عجبني، ولكن ما خطفش ليا القلب ديالي، كون خطف ليا القلب ديالي كون هزيته صافي. ومن بعد ما صورتش لكم البنات صراحه صرات فاريوس، حيت صافي بنتي بدات كتغني عليا، عطاتها التليفون كما كتشوفوا هنايا. حتى هما حتى برايمارك دايرين لاختيزانا، الراعي الرسمي ديالهم لاختيزانا. قلت لكم صافي كما خرجت مشيت لصورات فاريوس، عطاتها بنتي التليفون، هي بقات كتفرج فيه داكشي اش ما قدرتش نصور لكم. هنايا كما كتشوفوا كنوريكم هاد الصوره بالنسبه للبنات اللي كيقول لي فين كنلقى الهميزات. صراحه عجبني هاد الطريق مهم غندوزكم معايا وغتهبطوا مع هاد الزنقه نيشان حتى نقرب عنده عاوتاني ونصور لكم البنات. ها هو الحانوت، ها هي سميتو لاميغا بوتيك، ها هو راه عنده كلشي، عنده الزيوف، عنده القفاطر، عنده كلشي. وبان لي اليوم داير الكورتين. هنايا البنات جيت عند التركي اللي كان في كراوستغات سميتو كادولاند، الصراحة جاب شي حوايج زوينين. هادو البنات حمقوني الصراحة كيكون انصومبل مع سوبيرا مع زلاف مع الطباصل ديالها، غير شويه ديالهم غالي ب 400 درهم 400 يورو 350 يورو بحال هكاك، ولكن صراحه يستاهلوا ما نكذبش عليكم. ديكورات زوينين، موديلات زوينين، شيك بحال هكا ديال الضياف، اولا الا فرحتيني براسك حطيهم فيهم. قلت نضرب عنده دويرة نوريكم اشنو الجديد. بالنسبة للناس اللي كيعجبهم يزوقوا الكوزينة ديالهم بالألوان، راه جاب هادو ديال ماس ديال سميتها ديال العطرية وكل شي دايرهم تما بالألوان غزالين. انا البنات كنوريكم غير الديكورات، عنده الديكورات الصراحة، ولكن انا كيعجبني شوية بلدين ما عرفش البنات والله كل واحد الذوق ديالو، ولكن انا الصراحه كنقول لكم الراي ديالي، انا غير كنوريكم ولكن كنقول لكم الراي ديالي. هنايا كما كتشوفوا كنوريكم غير مهم اش عنده. هاد البلاصه هادي بان ليا فيهم منقص الثمن. هاد التخربيقات ديالهم ديال تركيا. هنايا دوك الماكينات هنايا يمكن هادو زعما اللي ما كيتباعوش لي كيبقاو لي فيه كونتيتي صغيره، هو اللي كيحط لكم كيحط هنايا زعما كينقص ليهم الثمن. هذاك الشيء اللي بان ليا فيهم صراحه. حنا يمكن هذاك الشيء ديال الترك ما كيعجبنيش. شوفوا البخوشه ديال بنتي حتى هي قالت لك كتقدى معايا. هنايا هادو الصراحه زوينين، نكذب الله حرام غزالين. الديكورات اولا تحط فيهم الحلوه ديال العيد حتى هي غادي تكون زوينه. هنايا داير تصاور ديال القران اولا ديال كلمه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. المهم هو كيحط هذاك الشيء. هاد البلايص حتى هما بحال هكا الا بغيتي تحطي فيهم ديال سميتهم الفاكهه اولا تحطي فيهم احنا الشلوح كنقول ليه ليدام اولا نحطوا فيه الزيتون. هاد البرطمانات يمكن كيستعملوهم هما كيديروا فيهم سميتهم داك المخللات اللي كيصايبوا. المهم هنايا كنوريكم هادو زوينه البنات حتى لي صالاد صغيورين اولا كبار، لي صالاد فخبي ولا لي صالاد ديال الخضره ترونسبارون كيبانوا زوينين.
الفوق دايرين فيهم غير لي فاز. هنايا كما كتشوفوا زليفات صغار، كاين فيهم زليفات صغار كبار مويان. المهم هاد الحانوت البنات كتدخلي اش غنقول لكم بحال مول 260، كتلقاي عنده بزاف ديال الحوايج. هنايا حتى هو داكشي اللي بقى ليه هادو سميتهم البونبونيا، حتى هما عنده زوينين، واخا كاينين شي حوايج بحالهم في اكشن رخاص عليه على هنايا، ولكن المهم انا غير كنوريكم وصافي. هذا البنات اللي بغيت نوريكم بصراحه بحال بحال غير ديالي، خديته في ايكيا بثمانية الاورو بحال بحال غير ديالي، يمكن شويه جا ليا طويل، هذا بان ليا شويه قصير، ولكن في ايكيا بثمانية الاورو، حتى هنايا بثمانية الاورو كيجي زوين شيك في الطبله. هنا يمكن غير هذاك الشيء اللي شاط ليه هو اللي حط اللي ما كيستعملوش، اللي ما زعما بقاو ليه شايطين، لان هذا المحل ديما كنلقى فيه بحال هكا روينه، ما كيكونش مستف بيرفكت، ولكن المهم عدي باللي كان هادوب اللي كان. انا غير كنشارك معكم صافي البنات. هنايا راه كنوريكم فين كيديروا الحلوى، هذا راه بحالو كاين في اكشن، راه غادي نوريه لكم دابا. هو هذا راه كاين بحالو في اكشن، غير هنا يمكن غالي على اكشن ولا ناقص ليه الثمن ما عقلتش. صافي هادو زوينين الصراحه ديال الحلوى، حتى هادي زوينه، حتى هادي حمقتني، ولكن 6 الاورو غاليه، حيت انا هاد وحده شريتها بحال هكا، ما شريتهاش ب 6 الاورو، يمكن شريتها ب 3 الاورو في بفرفيك، هنا يمكن شويه غالي. الناس اللي كيشربوا القهوه شوفوا هادي غزالنا البنات، اخت شيك يمكن فيها حتى الالوان. شوفوا هادي انا فيها الموف، غزالين البنات 20 اورو، والله الا زوينين. الناس اللي كيشربوا القهوه بزاف غزال هذا. هنا هي البنات البرارد ديالنا، المهم ماشي ديال المناسبات غير ديال كل نهار. القوامل فين هادي عندهم في الفوق ديال الترك، هنايا كاين غير القوامل والميكات، تما ميك الكسكس. صراحة البنات عندي هاد الكسكس زوين. عييت البنات وحق الله ضروني رجليا، جيت لايكيا جبت لبنتي شريت لها حشاكم القلاس باش بغيت نبدا ليها زعما نجرب واش غادي تحيدو ولا لا، واخا سميتها واخا هي مازال ما كتعرفش، حتى كدير بوبي عاد كتقول حشاكم، حتى تخسر في السروال عاد كتقول لي راه خسر، ولكن قلت نجرب معاها نشوف الا نقدر نحيدو ليها، حيت صراحه حتى انا عييت عييت مع بامبرز. صافي وجيت هنايا جبتها كتلعب في سميتو هاد اللعب اللي كاينين في ايكيا، قالت لك بغات تلعب فيهم، ونشرت انا رجلي شرط رجلي عييت وحق الله، ولكن الحمد لله ما نديرش الفطور، ندير غير شويه وصافي، غير باش نتسمى ودرنا الفطور وصافي. ايوا المهم بقاو معايا البنات، حنا غير جالسين في ايكيا، كاينه الشمس، الجو اليوم زوين، كاين شويه الريح، ولكن الجو غزال سخون الحال كما قلت لكم. المهم غنخرجوا ما لابسينش الجاكيطات، هذاك الشيء هو المهم. ايوا صافي هذا الشيء اللي كاين ديال التورتيلا البنات، خديتهم في الليدل والله ما عقلت بشحال. المهم هادو غادي نحطهم وغادي ندير هاد الفرماج، الا ما عندكمش هذا ديروه غير فيلادلفيا، بحال بحال حتى فيلادلفيا بحال بحال الفرماج وصافي. غندهن به الصراحه هو كيجي معاه الا درتو الفرماج ديال الثومه، غير انا ما بغيتش ندير الفرماج ديال الثومه بغيت نقص واحد شويه الثومه، راكم عارفين دابا رمضان كتبقى ريحتها خانزه في الفم، داكشي علاش. صافي هادشي اللي كاين. المهم غدهنوه شويه
وغادي ندير شويه ديال الخس. صراحه مشيت باش نجيب الخس لقيت غير هذا، ولكن ماشي مشكل. بحال بحال ندير ليه هكا غير باش يعطي فاش نقطعو يعطي منظر زوين. صافي هذا حتى هو السلمون خديته حتى هو في ليدل بالهولندية الزالم الزالم. هكا و غادي نبدا رولي هادي هادي غساتجي هنا وهادي شوية هنا هادي شويه هنا حيت كت فاش كدوري كيوصل لهاد الشيء. صافي البنات هكا ندور على وخشي في الثلاجه. حتى هاد الحوت سرديل منقي مقاد جبتو غير غسلتو شويه صافي وغادي نخدم به. ما فيهش لي جلس كينقي فيه. المهم هاكا اللي غادي ندير وغادي نوريكم كلشي. هنايا البنات القزبور قزبور المعدنوس ندير تقريبا تقريبا معلقة كبيرة. ما عرفت نكتب البنات ما عرفت نكتب تقريبا كلشي غادي يكون عارف سميتها غيكون عارف الشرمولة ديالنا. غادي ندير هنايا شوية ديال الملحة نورمال الناس كيديرو فيه الهريسة ولكن أنا حيت ماشي من محبي الهريسة وما عنديش مع الهريسة غندير فيه شوية ديال البزار. أنا ما عنديش تمع التومة كندير بزاف غير الثومة ديال الباودر أو غادي ندير معلقة ديال التحميرة أو معلقة ديال الكمون. الحوت كيما كتعرفو كيبغي الكمون. أو غادي ندير هادو العطرية ديال الحوت جبتها معايا من المغرب مشيت عند سميتو عند العطار وقلت ليه عطرية العطرية ديال الحوت تخليطة ديال الحوت. المهم هنايا غادي ندير تقريبا جوج معلقات ديال الزيت وغادي نشوف ممكن مازال خصني نزيد شوية ديال الزيت. البنات انا ما غاديش نزيد الحامض علاش حيت حنايا السرديل ديالنا اصلا جاي عندنا مسكين طايب طيب ليه قلبو. هي الا زدت عليه الحامض غادي يرشيه يرشيه كتر. داكشي علاش البنات الحوت ديالنا ما تحاولوا ما تكثروش ليه الحامض. ولكن انا هاد السرديل باينه ليا فيه الا كثرت ليه الحامض غادي يرشي ليا. داكشي علاش من الاحسن غادي ندير غادي نشرملو غير بلا حامض. هنايا غادي نجيب الطبيصيله ديالي صافي هادشي اللي غادي ندير. غادي نجيب شويه ديال هادي الشرموله غندير لها هكا نديرها في الداخل ديالو وهادي اللي غادي نزوجو بها سرديل مزوج غير غادي ندوزو بحال هكا هذا الفوق ديالها هكا البنات صافي.
البنات هنايا شرملتو ساليت، جبت ليه هاد سميتو سلوفان، غادي نغطي بيه ونخشي في التلاجة. انا متنبغيش هاد الشي يخلي ليا الريحة في التلاجة، دابا غنشرملو ونتسنى واحد شوية. هو الصراحة ماشي ضروري تخليه النهار كامل، ولكن غير سميتها بغيت الشرمولة تدخل فيه صافي، غنديرو في الفر، غنديرو في الفران، غنديرو في التلاجة. المهم البنات بالنسبة للناس اللي ما عارفينش، هذا البنات خذوه كل 3 شهور كينقي الماكينة ديال الماعن، كينقيها مزيان، كيحيد منها الكالك وكيخلي فيها حتى الريحة زوينة. مهم البنات انايا كل شهر كما قلت لكم شهر او ليلة شت راسي كنغسل في الماكينة كل نهار، كل 15 يوم كنغسلها وكنحيد منها داك الدهون اللي كيكونوا فيها وكنقيها كل شيء. راه درت لكم فيديو عليها وكامل، وكل 3 شهور كنشري بحال هذا وكنديرو 3 شهور او 4 شهور بحال هكا كنديرو، صراحه كينقي ليا الماكينه وكيرجع عاوتاني بحاله جديده. المهم بغيت غير نشاركو معكم وصافي. البنات هنايا انا كنديرو غير في هذا في الومنيوم، كندير ليه بحال هكا باش الا ساليت ارميه بلا ما يبقى ملصق ليا في التبصيل. المهم غناخد واحد هادي سميتها سرديل، هذوك البنات اللي كيضحكوا عليا فاش تنقول لكم سميتها تبقاو تضحكوا عليا. هنايا البنات هذه هي الطبله ديالنا، اللهم اديمها نعمه الحمد لله. زدت باقي غير سوب ديال شامبينيون صافي، هي اللي درت وسلقت البيض والله يجعل البركه، اللهم اديمها نعمه علينا وعليكم، والله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. وشكرا لكم على المشاهده وبسلامه عليكم.